والله شلونكم شلون صحتكم؟ هذا يوم جديد وفيديو جديد، لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة. يابا حطوا لنا لايك اساس ما راح تخسر شيء. طبعا يا ولد اليوم عذروني لان صوتي شوية صوتي رايح. تعال شوفوا اليوم الزوج الجديد البيض، بيضان الباكستانيات هذني. شنو هاي صار؟ هذني باكستانيات بيضان. شوفوا هاي ولك وخه. بس ليش ما جاي تنام على البيضة ما ادري النتي. بس لين فتح الباب وطلع عن هاي البيضة شوفوها ما جاي تبين لان ظلمة. شمس هيجي وصاير ظلمة على شو اسمه. بس ما اشبين ليش ما جاي نامن على البيضة. يلا هي لما تبيض البيضة الثانية يلا تنام على البيض. طبعا اليوم شمرت شو اسمه شمرت هذا الطير المريض الاصفر. هو كل شي ما بي صحته تخبل حلوه حلو. لا بشبي اليوم التصوير حلو. بس يا شو اسمه ياكل ويشرب. شمرته وعقمت الخانات. هو ياكل ويشرب ما بي شي حلو. بس ما جاي يفيد وياه، يعني كل شي ما جاي يفيد وياه. شو ذا نطب يعني كل شيء ما جاي يفيد وياه. عالجته سويته ما يفيد وياه. شو اسوي له؟ كضيته شمرته شمرته يعني قلبه ما راضي يعني يوزع حردني. بس هو ظل يعدب الحمام. هذا صغير شوفوه وينه صغير. هذاك يمكن هم من عده من وراه. هذا صغير شوفوه كبداية يمكن ما ادري. كله من هاي اللوت انا صوج خليته لا ذبيتها لا عالجتها لما انعدت الحمام. يلا الحمد لله والشكر. هسه عندي ذني الباكستانيات بيضا ان شاء الله. لما عندي بيضا البيضة الثانية الله ينامن على البيض. حلو ايش البيضة اي فوها ما شاء الله. صادق كم يوم ما جبتهن؟ 3 ايام ما ادري 4 بيضا. هنشوف طيور نايمات على البيضة. ده ايه نايم وهذا نايمات. هذا نايمات على البيض. خل اطببهن واطيرهن وارجع لكم. طير لكم التور. هذين طيرتهن الطيور حتى البغداديات طيرتهن. بس هذا صغير لا يطير ولا شي. جايب دبي اسمه نيوكاسل. نوب منه رايح تطقها نيوكاسل اشمرها. انا هم صوتي من البداية تطقها نيوكاسل اشمرها لان هذا يعد الحمام. بس يعني صغير حرامات اذا يطق نيوكاسل يعني جاي يفك بين هو واخوه كبير هاي. بس يلا ان شاء الله يطيب مدام بعد بدايته. من الكاميرا شبيه هذا ان الطيور طيارته. خذيت شوية صورت ما صورت بساعة. وين بدنا نحطه؟ نزلن شمس عالي. خلي نزلن ورد وياكم. شمس تقتل ان الطيور. ان شاء الله الباكستانيات اليوم او باكر بيضا ونامن على بيضا. هسه ما جاي نامن ومنتظر هذن بالكتب ايضا هذن الاثنين بلكت اليوم بيضا. اليوم باكر هن هم كسر وراحشه. يوم ذيك النثي كسر وراحشه. لان طير والله نزل الدنيا حاره صار انه ما طيرات يمكن يومين ما ثلاثه ما جاي يطير بيهن. خلي اخذين شويه طيران وانزلهن. صلى حرامات منقول على هذا الاصفر يعني اصفر تار اصفر
عيون سودي تمرض هيك حرامات. هذا صغير فوق البيتونة لأن الطيور جاي طيرة. الأخ يحطن هذا صغير خلى فردة عنه شي اسمه عن الطيور لا يعديهن. وذا قوبي اليوم كاتسي لك الضوء وشمرني. وهذا النخانات عقمتهن وسويتهن وان شاء الله راح اطبق بيهن. ابدا اطبق لان هسه وقت مال مبيال هسه ظن الحمامي بيضا يبدا منا ورايح كله بيضا. مش راح اسوي راح اطبق بيهن. اول ما اطبق زوجين البغداديات اجيبهن واطبقهن. الحمام طار له شويه فك حلقه جدا حاره. يلا يا ودك اقطع ورد وياكم العصر لان الشمس والدنيا حاره كلش. هاي رديت وياكم العصريه يا بي. والله الايام يعني جاي انزل لكم فيديوهات يعني بس ما اريد اقطع بيكم يعني المشاهدات جاي تنزل وما بس اريد ما اقطع بيكم يعني لا جاي تحطون لايكات ولا شيء ادري لان المقاطع بايخه وكل ما اريد اقطع عنكم تقولوا لي لا تقطع. ان شاء الله يا وليد بس صبروا لي هالكم يوم وشوفوا محتواي حلو راح اجيب لكم طيور جدد وراح اعدل هذا القفص ارتبه حلو راح ارتبه وراح ارتب هذا القفص وراح افرد الحمام وان شاء الله محتوى نار حلو راح اسوي محتوى حلو. فالاريده من عندكم يا ولد لايك لان هاليوم التفاعل نازل. ما مشترك بالقناة يشترك حلو. والله مريض وجاي اصور لكم حلو. فلا تقصرون وياي وادري محتواي هاليوم وشي بس انا ما اريد اقطع بيكم لان ما اريد اقطع وان شاء الله منه ورايح محتوى كلش حلو راح اسوي لكم. بس خلي ارتب القفاصة وشوية افرغ لان هاليوم ما فارغ ما جاي افرغ وبالمحل بالشغل بس خلي افرغ لهالكم يوم وان شاء الله راد لكم محتوى حلو كلش حلو راح اجيب لكم وجبة مات الطيور. بس اذني مدام الباكستانيات بيضا راح اعيفن على راحة من نايمة بيضا البيضة الثانية وينامن. وان شاء الله راح اطبق اليوم الشي اسمه البغداديات عقمتهن عقمتهن وطقتهن الشمس الخانات بس خلي شوية طقهن طلع منهن المرض وهاي من نال باكر يلا اطبق الحمام. بس انا اليوم عقمتهن وكملت وان شاء الله من الباكر يلا اطبق الحمام طقت الشمس ايش اسمه الخانات. وان شاء الله بس خل اطبق الحمام اجيب لكم وجبه حلوه مال الحمام حتى لو اجيب لكم دشش عادي اهم شيء ما اريد القناه تنزل وانتم لا تقصرون وياي وان شاء الله اقطع وارد وياكم بعد شوي. طبعا هاي رديت وياكم والدنيا مغرب جاي يسمعون الاذان جاي اذن الاذان جاي اذن والحمام متبرج من بحده حلو اني حتى ما عشيتني اليوم ضلني بلي عشي يلا من باكر الصبح واكل واكلهن ايش بيها جاي تغوش لان الدنيا مغرب جاي يغوش الموبايل فما واكلتهن من باكر الصبح. وين النثية مال الباكستانيات يمكن بيضة الثانية بالله نشوفها. والله واحدة لو اثنين هاي بيضة بيضة الثانية بس الدنيا ظلمة وين تنشاف. ثواني افتح لكم فلاش ورد شوفوها بيضة الثانية هاي هذني يرادلهن هنا مزاوجات مزاويج ها ويردن هم بيضة البشين يرادين لزمن حلي فهنا لزمن هاي الحلي هاي بعد ان اروح اذنيك
بعد راح اطبق طيور من هنا رايح هسه، لان البغداديات راح اطبقهم من هسه. بس على الفيديو الجاي اراويكم، حتى تقولوا لي الطبقات هذه البغداديات ما اعرف، حتى تقولوا الطبقات صحيحات لو غلط. اطبقهن اسبوع حيك وافكهن لما نزوجن، لان طيور يلا يا وليد. هاي الباكستانيه بشتوا تو العصر ما مبيضه تو، يلا بيضه الثانيه تو تو مبيضه يمكن. يلا يا وليد لهنا ونوصل وياكم نهايه الفيديو. لا تنسونا من اللايك، والما مشترك بالقناه يشترك، ما بقى لنا شيء ونوصل 20K. شد حيلكم وياني، نشوفكم فيديو ثاني وقد باي.